السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعض الكيكه ديال المكسرات اللي كتجي رائعه، نتمنى انها تعجبكم. كتجي هشيشه نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير نحتاج 3 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، نحتاج كأس ونصف من السكر، كأس كل ربع نتاع الزيت، نحتاج 1 ياغورت بنكهة الفاني، 1 سكر فاني، خميرة الكيماوية 16 غرام، رشة من الملح، وعندنا 10 ديال المعالق من الدقيق. نخليكم مع طريقة التحضير. نبداو بسم الله. نضيف السكر، كاس ونصف، اللي بغى ما يضيفش كاس ونصف يقدر يضيف غير كاس. السكر على حسب الرغبه، كاين اللي كيبغي الكيكه تكون حلوه، كاين اللي يبغيها ناقصه شويه في السكر. ضفنا البيض، السكر، سكر فاني، ورشه من الملح، وغادي نخلط هاد المكونات حتى يتضاعف الحجم ديالها ويرجع الخليط اللون ديالو ابيض. كما راكم تلاحظوا من بعد ما دربنا الخليط نتاع البيض والسكر والفاني حتى تضاعف الحجم ديالو، ضفنا له كاس كل ربع نتاع الزيت، وغادي نضيفوا له ياغورت بنكهه الفاني، غادي نخلطوه، نضيفوا الدقيق. هذه هي المغرف اللي عبرت بها، 10 ديال المعالق كبار. ما بغيناش نعبروا بالمعلقه، نقدروا نعبروا 250 غرام تاع الدقيق، خميره الكيماويه، زوج ديال الساشيات من فئه 8 غرام، المجموع هي 16 غرام. غادي نضيفوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنضربوا. بالنسبه للدقيق تقدروا تكتفيوا ب 10 ديال المعالق كبار عامرين تاع الدقيق، او لا تضيفوا اكثر من 10 على حساب النوعيه نتاع الدقيق، وعلى حساب دائما كما كنقول لكم على حجم البيض. المهم حتى نحصلوا على واحد القوام نتاع الكيك اللي يكون ماشي ثقيل وماشي خفيف بزاف. القطر ديالو 24 سنتيم، اللي وضعت له في الاسفل بابي كويسون، وفي الجوانب دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. غادي نفرغوا الخليط نتاعنا، ضروري من تكونوا تفرغوا الخليط تعليو يديكم الاعلى باش تدخل لواحد النسبه كبيره ديال الهواء في الخليط ويجينا هكذاك عالي.
طبقنا الخليط في المول، جا الدور ديال المكسرات. بالنسبه للتزيين انا عندي هنايا كميه من الجوز قرقاع، عندي بيبيت دو شوكولا، وعندي اللوز ايفيلي. التزيين لكم الاختيار، تقدروا تضيفوا قطع نتاع التمر او الزبيب، يعني لكم الاختيار. اي حاجه كانت متوفره عندكم تقدروا تضيفوها. انا غادي ندير واحد الكميه من الجوز، ضيفوا كميه اللوز ايفيلي. نحاول اننا نوزع المكسرات على الكيك كامل، ما نوضعوش غير في الوسط، ونخليو الجوانب باش ما يهبطش معنا الكيك في الوسط. ضيفوا كميه من الشوكولا، الكيك ديالي صبح جاهز. غادي ندخلو الفرن اللي سبق لي كنت سخنته من قبل على درجة 180 درجة، وكل وحدة كتعرف الفران ديالها الدرجة اللي كيطيب لها ليها الكيك. غادي ندخلها يطيب. البنات، هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن، نتمنى انه يعجبكم. كيجي هشيش. غادي نقطع معكم واحد القطعه باش نشوفوها كي غادي تجي من الداخل. يجي على هذا الشكل. كيك رائع، نتمنى انكم تجربوه. كيجي على هذا الشكل. كيجي هشيش صراحة رائع، أتمنى أنكم تجربوه. البنات، وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.